بدأنا الزيارة بزيارة إدارة مرور أكتوبر، اللي هو يعني النهاردة بيتم تطويره كنموذج لكل إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بحيث إن هو يخدم ويمثل نقلة نوعية في إزاي إن إحنا هنؤدي الخدمة على أعلى مستوى لكل المواطنين في تخليص كل الإجراءات وخدمات المرور بالنظام المميكن بالكامل، بحيث ان النهارده المواطن يضمن انه تؤدى ليه الخدمه باقل وقت ممكن وباقل تدخل من الموظفين، بمعنى ان هناك العديد من الخدمات هتبقى مميكنه بالكامل. اللي عايز يجدد رخصته من غير ما يبقى فيه اجراءات فحص هيقدر يعملها من خلال الانترنت ويدفعها ويعمل كل حاجه، والرخصه تجي له لغايه البيت من غير ما هو يجي لاداره المرور، وان هيبقى الاقتصار في اداره المرور على فقط لما نيجي نعمل فحص كل كام سنه او اصدار رخصه جديده او بعض الخدمات الاستثنائيه اللي تبقى موجوده.